السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا فيديو جديد إن شاء الله. اليوم بغيت نقدم معكم واحد الفلان كراميل بالكوك كيجي جديد. غادي ندوز باش نقدم معكم المقادير. عندي هنايا 4 البيضات، عندي واحد نص كاس بحال هكا مع مرش ديال الكوك جوز الهند، وعندي هنايا واحد 4 كاس ديال السكر السنيده. هذا غادي عندي جوج مرات السنيده، وعندي كذلك كاس غادي نحتاجو الكراميل، وهاد 4 كاس غادي نحتاجو للفلان، وعندي كاس نتاع لاكريم هكا ليكيد، وجوج شاصيات نتاع الفاني، وثلاثه الكيسان تاع الحليب. غادي ندوز دابا، غادي نضيف داك الكاس نتاع السكر السنيده هنايا في كاسرونه، المهم بلا ما نديروه كامل، وغادي نضيف لواحد جوج معالق نتاع الماء ونردو فوق النار حتى يرجع لنا كراميل. دابا غادي ندوز في واحد الخلاط، غادي نضيف 4 البيضات باش يتخلط لنا داك البيض مزيان. نضيف هاد 4 البيضات هما الاولين، وغادي نضيف هاد جوج نتاع لي شاسي ديال السكر فاني، صافي. وغادي نضيف داك 4 كاس ديال السكر السنيده باش ما تجينيش حلوه بزاف، ونضيف الحليب. انا غادي نضيف الكاس الاول، وغادي ندوز نعبر جوج كيسان التانيين حيت في المجموع عندنا ثلاثة نتاع الكيسان. الكاس الثاني وهاد الثالث، صافي. غادي ندوز نضيف كاس نتاع الكريمة السائلة حتى هي تعطينا واحد المذاق زوين. انتما كتشوفوا يعني كاس نتاع كريمه سائله، وغادي نطحن هادشي كامل. الكوك ما غاديش نضيفوه حيت ما غاديش نطحنو، المهم غادي نطحن هادشي كامل مزيان عاد نطلقه باش نضيف عليه الكوك. بعد ما ذوبت هذيك الكراميل كيفاش كيف ما كتشوفوا، خديت واحد المول هكايا ديال السيليكون ولا الحديد، المهم كيف ما بغى يكون. خديته انا هكايا شكل مستطيل، ولا تاخذوه دائري المهم ماشي مشكل. غادي ندوز انايا نبقى ندير هاد الكراميل هادي بحال هكا، غادي نحاول انني ندير غير بحال هكا يا دواور ونحطهم، يعني ما غاديش نخوي، بغيت انا يجيني واحد الشكل مغاير بحال هكا عشوائيين، يعني ماشي ضروري ندير وحده حدا وحده ولا مهم هاد. صافي غادي نكمل انا المول ديالي كامل. مهم بعد ما ضفت كيف ما كتشوفوا دوك الدوائر ديال الكراميل، ها هما صافي راهم يبسوا. صافي غادي نخليه، وغادي ندوز نضيف داك الكاس نتاع نص كاس عفوا، يعني كاس مع مرش انتما كيف ما كتشوفوا ديال الكوك. وغادي ندوز غادي حيت طحنت قبيله داكشي، غادي ندير له غير واحد الطحنه، ما غاديش غير مره ونحبس. صافي هادشي اللي غادي ندير. صافي دابا انا غادي ندوز نخويه كيف ما قلت لكم، درتو غير طحنه واحده غير باش ما يبقاليش داك الكوك هكاك خشين. صافي وانا غادي نخوي هذا فوق ديك الكراميل، وغادي نديرو في باماغي، يعني واحد غادي ناخذ واحد المول غادي ندير فيه الماء ونحط فيه هذا وندخلو الفران يطيب. بعد ما ندخلو الفران حيت يطيب غادي ندخلو للثلاجه نطلقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديالو كيفاش غادي يجي، يعني واحد الفلان اللي راه ساهل وتيجي لذيذ بواحد المذاق نتاع الكوك، يعني اللي كيبغيو الكوك غادي يعجبهم هذا الفلان هذا. وصافي المهم كيف ما قلت لكم غادي يدخل الفران، غادي ياخذ معنا واحد 25 دقيقه حتى 30 دقيقه. صافي بعد ما يطيب غادي نتلاقاو باش نشوفوا ان شاء الله في الشكل النهائي ديالو كيفاش غادي يجي. كيف ما كتشوفوا بحال هكا، خديت واحد البلا ديال الفوق درت فيه الماء سخون وحطيت فيه هاد لي مو هادو ديالنا، وغادي ندخلو الفران. ها نتوما كتشوفوا درت حتى هادو فرديين، المهم تقدو ديروهم فرديين، درت هاد جوج صغار يعني بقى ليا من هذيك لا بريباراسيون. بعد ما بقات لي فاش عمرت المول درت هاد الصغار هادو حتى هما، حتى هما درت لهم الكراميل من التحت. صافي وعمرتهم، دابا في هاد الاثناء غادي ندوزو ندخلوهم الفران كيف ما قلت لكم، يعني غادي نشعلو لهم من التحت بالنسبه اللي عنده الفران ديال الغاز من التحت، ونخليوهم حتى يطيبوا. ديك الساعه ملي كيطيبوا تنحسو بهم راهم طابوا، نخرجوهم وندخليوهم للفريكو ونتلاقاو ان شاء الله. صافي هو بعد ما طاب كيف ما قلت لكم شعلت له من التحت هو الاول،
حتى كيطيب لنا. بعد ما كنقيسوه كنلقاو صافي راه بدا كيشد راسو كيف ما تتشوفوا، يعني راه باقي جاري ولكن ماشي كي الاول، ما بقاش كيتزعزع. تنشعلو شويه من الفوق باش تيتحمر داك الكوك، لحقاش داك الكوك من بعد فاش ما كان خوي تيطلع لنا الفوق، تيرجع هو الطبقه الفوقانيه، تيرجع لنا هذا الفلون كراميل في جوج طبقات، طبقه ديال الكوك وطبقه ديال الفلون. يعني دابا ها هو صافي تحمر لي داك الكوك، صافي غادي نخليه يبرد هنايا، من بعد ندخلو للثلاجه حتى يبرد لي مزيان، وديك الساعه نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديالو كيفاش كيكون. صافي بعد ما هادي الفلون ديالنا حيدنا طاب وصافي درتو في الثلاجه حتى برد. مهم انا صافي دي موليتو هنايا في الطبسيل وقدمتو مع شويه نتاع الديسير. هانتوما كتشوفو كيفاش كيجي، هانتوما كتشوفو ديك الطبقه ديال الكوك هنايا بحال يعني بحال فيه جوج طبقات. غندوز نقطع واحد لبتي مغصو بحال هكا، اوب شوفوا كيفاش تيجي. صراحه تيجي زوين، تيجي لذيذ، تيكون فيه جوج طبقات. نتمنى تجربوه ويعجبكم. وهادو دوك الفرضيين اللي درت هما انا كيكونوا على هذا الشكل، ونتمنى يعجبوكم. كيف ديما ما تنساوش البنات لي لايك الى عجبكم الفيديو، وبصحه وراحه الى فيديو مقبل ان شاء الله. باي باي.